بالنسبه لنا ان احنا ندخل اول حضانه افكار كانت لينا كانت اورنج كورنر. احنا سايكل 3 الفكره كلها جت بدات ان احنا كان في زياده كبيره جدا في اسعار الاعلاف من سنتين، فاحنا قلنا بندور على طريقه تبقى رخيصه وتبقى برضه هيلثي شويه للحيوانات والمواشي. فجت بالنسبه لنا تحدي كبير جدا، فطورنا اكتر من حاجه لحد ما لقينا ماده خام معينه احنا نشتغل عليها. فكنا احنا مطورينها بس لماده علف واحده، فالحمد لله قدرنا ان احنا من خلال اورنج كورنر ان احنا نطلع منها كذا منتج. قدرنا ان احنا نطور من الموضوع شويه وندخل ان احنا نعمل بيج على الفيسبوك ونطور ان احنا نوصل معلومات مهمه جدا للمزارعين ونوصل برضو معلومات جدا للمزارع الكبيره. قدرنا ان احنا برضو ندخل محافظات كبيره جدا ونعمل لنفسنا علامه تجاريه. قدرنا ان احنا برضو نوصل لسوق كبير جدا بالنسبه لنا، والحمد لله يعني عندنا البيج بتاعتنا على الفيس كبيره جدا ان احنا نشتغل من عليها، وبرضو بتجيب لنا شغل جدا من خلال عملاء جديد من محافظات وبرضو بنبعت لمحافظات اخرى. فبالنسبه لنا كان الموضوع يعني كويس جدا، وكان بالنسبه لنا كان اول حضانه افكار برضو ادانا دفعه كبيره جدا ان احنا ندخل حضانات افكار تانية، وخدنا برضو يعني دعم كبير جدا من حضانات تانية كتير.